Assalamu alaykum wa wabarakatuh. Students, today I am going to teach you adhan any kama. So listen, listen to me carefully. Adhan. A person reciting a greatness of Allah in specific words in a loud voice before Salah. Inviting towards Salah is called Adhan. One who calls out the Adhan is called the Muazin. Adhan is called out for the five days Salah and Jumu'ah Salah. <coughs> <coughs> Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله In the Fajr Adhan after, after, the على الفلا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم twice Replay to the the same words of the adhan should be repeated, but say, لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن على الفلا حيا على الصلاة حيا على الفلا حيا على الصلاة حيا على الفلا

أو الكلمات التي تُردد بسرعة قبل الجماعة، استناداً إلى الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ريپلے تو الاقامه ذا سيم ذا سيم ريپلے ان اقامه الله و ادامها اقامه الله و ادامها ان قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه اقامها الله وادامها in reply to قد قامت الصلاه listen to it very carefully and learn it by heart okay assalamu عليكم wa rahmatullahi wa barakatuh